أعزائنا أحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج كريستيان سوشيال ميديا. بنعمة ربنا النهاردة هيكون لقاءنا لقاء خاص هنتكلم فيه عن الأب الفاضل القمص المتنيح أنطونيوس باقي. هذا الأب الفاضل الذي خدم لمدة 3 سنوات، ولكن خدمته كانت خدمة مثمرة جدا، وكثير من النفوس دخلت الكنيسة بسببه. فبنعمة ربنا الحلقة كلها مخصصة عنه. خلونا الأول نرحب بضيفنا العزيز القمص أنطونيوس باقي، كاهن كنيسة العهد الروماني يوحنا ببليزنتون، وكيل عام الأرشدايسس للمقر البابوي بشمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة. أهلا بقدسك يا أبونا. أهلا بيكي. احنا عايزة أقول للسادة المشاهدين إن احنا النهاردة بنلتقي مع حضراتكم من داخل المقر البابوي في شمال كاليفورنيا، ولأول مرة يعني على شاشة قناة لوبس، فابقوا معنا بقى. قدس أبونا، زي ما كنت بقول في المقدمة، الحلقة دي مخصصة لقدس أبونا أنطونيوس باقي والد قدسك، وعم أبينا الحبيب قداسة البابا المعظم الأنبا تيودوروس الثاني، وأيضا شقيق قدس أبونا القمص يوحنا باقي كاهن كنيسة ميمور أوسبي كليوباترا مصر الجديدة. فيعني احنا فرحانين ان احنا نتكلم عن هذه السيرة الجميلة اللي كل الناس حقيقي سواء في الزقازيق في مصر أو في أمريكا اتكلموا عنه من كل قلوبهم بمحبة خالصة يعني. أشكركم. خليني أبدأ مع قدسك بكلمة المثلث رحمات قداسة البابا شنودة الثالث عنه في الكتاب الكتب عنه، وقال: لقد عرفت القمص أنطونيوس عام 1947، وكان تلميذي وكان أيضا زميلي في التدريس بمدارس الأحد في كنيسة الأنبا أنطونيوس. كان قلب مقترنا بمحبة الله، وقد أحببت فيه وداعته ومحبته وهدوءه وبساطته وابتسامته المشرقة وقلبه المملوء سلاما، وكنت أجد فيه مثاليات كثيرة أشتهي أن يكون عندي واحدة منها، ولقد أحببت زمانا طويلا، وكنا صديقين بعشرة طويلة هنا في القاهرة، وعندما كنا نذهب معا إلى الديرو في كل مكان، وعندما اخترته نعمة الله ليكون كاهنا فرحت جدا برسامته فرحا لا يعبر عنه، كان كتلة من النشاط، ولذلك وقع اختياري على هذا الكاهن الأمين. هو طبعا قال مقدمة طويلة، أنا اخترت منها الأجزاء اللي منها. وقع اختياري على هذا الكاهن الأمين المثقف الوديع المملوء روحانيا ونشاطا ليقوم بهذا العمل، فأرسلته الخدمة في كوينز بنيويورك. وكان هذا الأب لا يعرف معنى الراحة، دائم العمل السهر، مشغول بشيء واحد هو رعاية المغتربين، وهو الذي أنشأ كنيسة العذراء والأنبا أنطونيوس بكوينز، تاني أكبر كنيسة في نيويورك. مظبوط. الكلمة دي قالها قداسة البابا في يوم الصلاة على والدي أبونا أنطونيوس باقي، لما يعني توفى هنا تنيح، نقلوه القاهرة بعد كده، وقداسة البابا صلى عليه مع مجمع من الآباء الأسقفة والكهنة، وألقى الكلمة ديت اللي نزلناها بعد كده في كتابه باسم الراعي الكارث. طب يعني انا شايفه ان كان في علاقه تربط مثلث رحمات البابا شنوده بقدس ابونا انطونيوس باقي قويه جدا، وعلاقه صداقه، لو قدسك تكلمنا عنها بشكل سريع كده. انا طبعا يعني ما كنتش اعرفها، ما عصرتهاش، لان الكلام ده كان قبل الجواز حتى، العلاقه ديت واستمرت بعد جواز والدي يعني، واستمرت لغايه ما تنيح. لكن سمعت من قداسه البابا شنوده المتنيح الكتير عن العلاقة ديت. هما كانوا 4 خدام مع بعض، في منهم ناس أباء أفاضل كانوا كبار في السن، وفي كانوا سن أصغر شوية. قداسة البابا شنودة نيافة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا، وقدس أبونا يوحنا المقاري في دير أبو مقار ربنا يديله الصحة، ووالدي، كل واحد كان اسمه في العلمانية، كل واحد ليه اسم يعني. فكان قداسة البابا اسمه نظير، وكان نيافة الأنبا أرسانيوس اسمه أمين نصر، وكان أبونا يوحنا المقاري باسم رؤوف جرجس، دكتور رؤوف جرجس. وبالمناسبة من محبة والدي لأبونا يوحنا سمني على اسمه لما أنا اتولدت. ووالدي كان باسمه محب باقي. فكانوا دائمي الاختلاط مع بعض، والسفر مع بعض، يروحوا خلوات مع بعض، وبقت في رابطة قوية بين قداسة البابا شنودة وهو علماني، وبين والدي
لدرجة ما كنتش أعرف المعلومة دي، حكاها لي قداسة البابا في لقاء من اللقاءات قريب بعد ما بقيت كاهن يعني قبل نياحته. كان بيقول لي إن إحنا كنا لا نفترق إلا وقت النوم، كل يوم كل واحد يخلص شغله ويتقابلوا في الكنيسة، في كنيسة أنبا أنطونيس اللي هي خرجت الآباء دول كلهم شبرا شبرا. وقال لي كان دايما عندنا كده مش عايزين نسيب بعض، هما قداسة البابا كان يسكن في شبرا ووالدي برضه في شبرا، فكان يخلصوا الكنيسة والدي يوصل قداسة البابا للبيت اللي ساكن فيه، يقول له طب هسيبك ترجع لوحدك، يقوم يوصله للبيت والدي اللي هو بيت جدي يعني، ايوه مش قادرين يسيبوا بعض، فيقعدوا يوصلوا بعض مسافة مثلا ساعتين ثلاثة، بيتكلموا في الحاجات الروحية والخدمة وكده، مش عايزين يسيبوا بعض يعني. صداقة فقالها قوية لي جدا صداقة يعني. قوية جدا جدا جدا. ودي اللي خلت على حسب برضو ما سمعت، لأن كنت صغير عرفت بعد كده إنه يوم ما قداسة البابا شنودة عرف بوفاة والدي قفل على نفسه 3 أيام ما بيقابلش حد خالص أثر جدا بالوقت، جدا. والحكاية دي سمعتها من الكثيرين. خصوصا ان قدس ابونا انطونيوس باقي هو اول كاهن يرسل لامريكا من قبل قداسة البابا طبعا قداسة في البابا. عهد البابا كيرلس كان في آباء أفاضل موجودين، من قبل كان عددهم قليل، لكن أول كاهن في البابا عهد البابا شنودة شنودة اترسم الثالث. نوفمبر 71، وأول كاهن يختاره للخدمة بره كان أبونا أنطونيوس باقي في مارس 72. مظبوط كده يا قدس ابونا، يعني ربنا ينفعنا بصلواته. وعمر خدمة قدس ابونا 3 سنين، 3 سنين بالظبط. بدأ الخدمة الكهنوت 27 يوليو 1969، وتنيح بسلام 8 مايو في عيد ميمور رسول 1972. ثلاث بالظبط سنين كده. بس سابوا أثر مش طبيعي يعني على ناس كتير جدا. لو تكلمنا قدسك عن منطقة الزقازيق قبل ما ننقل على آخر 50 يوم في حياته في المهجر. في البداية هو والدي كان مدرس أول رياضيات، وقعد فترة في مدرسة السعدية الثانوية بالجيزة، وبعدين اترقى مدرس أول، وكانوا زمان اللي بيترقوا بينقلوهم في محافظات تانية، ده سر النقلة للزقازيق. لكن هو طبعا تربيته كلها كانت في مصر، في شوية في المنصورة اللي اتولد فيها، وبعد كده في كنيسة أنبا أنطونيوس شبرا. لما راح الزقازيق كانت سنة 59، وابتدى يخدم، وبعد ما تزوج سنة 60 ابتدى يعني خدمته تزيد جوه محافظة الشرقية كلها. كان أمين خدمة. هو كان ماسك أمين خدمة في المطرانية، كنيسة ماري جرجس المطرانية، وكان زمان في الجيل دوت الخدام حتى مش الكهنة، المثقفين قليلين لما واخدين بكالوريوسات، ويعني صحيح. عندهم ثقافة كده مختلفة، والثقافة دي أصلها مش بس ثقافة عالمية، ده حتى بيبقى عندهم استعداد للدراسات اللاهوتيات والعقائد أكتر. فكانت نقلة وطفرة في الإبرشية سنة مظبوط 59 و60 وما بعد ذلك. نيافة الأنبا متاوس مطران الشرقية ومدن القناة في ذلك الوقت المتنيح، اختاروا انه يبقى كاهن على كنيسة المطرانية، وده كان هو مع المتنيح أبونا ميخائيل، اترسموا الاتنين مع بعض في يوم واحد 27 يوليو سنة 1969. 69 ومن اليوم دوت ابتدت بقى يعني البلد كلها والزقازيق كلها والمحافظات اللي حوالينا بيدعو أبونا أنطونيوس، لأنه كان صاحب كلمة وصاحب فكر، وكان وعظاته الروحية كثيرة جدا عميقة وعميقة جدا. وأفتكر أنه يعني بعد طبعا مدة من نياحته كنت أقابل ناس كتير قوي من الآباء الكهنة ومن آباء الأسقفة، يقولوا إحنا شفنا أبونا أنطونيوس هو كاهن، جه زارنا وكان بيدرس في أو كان بيدي وعظات. من ضمنهم الحقيقة نيافة الأنبا سيرابيون المطران لوس أنجلوس، هو بنفسه اللي قال لي لما كان شاب في أسوان، والدي راح لغاية أسوان يخدم في نهضات هناك، فقال لي أنا اتأثرت جدا بالوعظة اللي كان قالها وكان يتذكرها جيدا يعني. كان يقولوا مشهور في قداساته أيضا بالدموع يعني. هو كان فعلا هو كان شخصية روحية جدا وروحانية جدا،
وكان مشهور عنه في كل الأماكن اللي خدم فيها، القداس اللي طلعها من جوه قوي يبقى كان هو مرهق جدا وتعبان جدا، أو في حاجة يعني نفسيا تعبان في الخدمة أو whatever، فكان الحقيقة بيطلع كل أحاسيسه ومشاعره من خلال الدموع في وسط القداس. سمعت كمان من حنان أخت قدسك إن أول مؤتمرات بدأت في الزقازيق كان هو اللي بدأ فكرة المؤتمرات الشبابية. مؤتمرات شعبية مختلطة ساعات، بالظبط، المختلط. وكان طبعا يحب الخدمة والخدام جدا، فعمل مؤتمرات كثيرة للخدام في محافظة الشرقية. ننقل مع قدسك لخمسين يوم، في آخر 50 يوم في حياة قدس أبونا في أمريكا، ويكون فيها التأثير ده. يعني دي حاجة يعني الواحد محتاج عشان يعرف الأب الكاهن وقت طويل، لكن كل الناس شهدت، كل الناس اللي اتكلمت معاهم يعني في إعداد الحلقة شهدوا شهادة غير عادية. وكانت أشهر كلمة اتقالت على قدس أبونا إننا عرفنا الرب يوم عرفناك، يعني عرفنا ربنا يوم ما شفناك. يعني دي حاجة قوية جدا. شكلها ايه ال50 يوم ده؟ احنا عندي فضول طبعا أنا كنت ساعتها لسه عندي 10 سنين، طبعا، بس بس سمعت كله بالسمع. والحقيقة اللي حكى العبارة دي قداسة البابا شنودة المتنيح، قالها كتير لينا على المستوى الشخصي كعيلة، وقالها في مؤتمرات للخدام، ومسجلة في وعظات لقداسة البابا بالذات عن الخدمة الروحية. فقال إن أنا أرسلت أول كاهن في عهدي هو أبونا أنطونيوس باقي، ولما جم الخدام معاه من أمريكا يعني مع الجثمان في مصر طلبوا مقابلة قداسة البابا، وقعدوا يحكوا مع قداسة البابا على يعني الفترة اللي عملها أبونا أنطونيوس في ال50 يوم دول، النهضة اللي حصلت بالتفاصيل يعني. لكن قداسة البابا قال من أعمق العبارات اللي سمعتها في حياتي عن كاهن قعد 50 يوم غير فيها حاجات كتير. قالوا كده الخدام لما جم معاه: يا قداسة البابا احنا عرفنا ربنا يوم ما عرفنا أبونا يعني مفيش أنطونيوس. أجمل من الجملة دي حقيقة تتقال لأب كاهن. وأنا بشكر كمان من مع قدسك يعني من هنا الأستاذ ألفريد بباوي، اللي هو يعني كان ملازم قدسه خلال 50 يوم كلهم، حتى في نقل الجثمان إلى مصر. يعني الناس شهدت بمحبة كبيرة جدا في ال50 يوم دول، ما بين رعاية وافتقاد نيو كامرز واعترافات وسفر مش بس منطقة نيويورك، لكن امتدت خدمته في حتت كتير حوالين نيويورك. يعني لحظة النياحة برضو كانت، يوم النياحة كله كان يوم مشحون جدا، وكان يوم مليان كده روحانيات مختلفة عن أي. لو تحكي للسادة المشاهدين قدسك. هو طبعا أبونا أنطونيوس راح في فترة الصوم كبير، فقداسات الصوم مع الأناديل مع الخدمة في منطقة ما كانش فيها خدمة منتظمة، كان بيجوا آباء يخدموا بس فيها، مع الشعب اللي كان موجود في ذلك الوقت ما كانش عددهم قليل، فكان بيبذل طاقة غير عادية، وهو بيحب الحاجات اللي هي فيها يعني عنده رؤية كده. فيقول إيه، طيب ما لقاش مثلا كتب للبسخ موجودة، فسهر وقعد لغاية ما عمل ليلة تحدي الزعف كتاب خصوص للبسخ وتوزع على الناس، والناس فوجئوا يوم حد الزعف في صلاة الجناز معاهم كتاب صادر من الكنيسة بتاعتهم اللي هي باسم العذر والأم أنطونيوس، هو سماها العذر والأم أنطونيوس في كوينز. ومجهود كبير، وعمل مجلة اسمها طريق الحياة، أول عدد يعني كانت اتصدر او اتكتب التاريخ كان يوم نياحته 8 مايو، اتوزعت يوم نياحته. المجهود الكتير دوت مع قلة المدة الحقيقة يعني ارهقه جدا. يوم الوفاة او الليلة اللي قبل الوفاة يوم الجمعة والسبت راح، كان كل جمعة وسبت يصلي في ولاية او في بلد غير الكنيسة بتاعته، ويرجع السبت الظهر او بعد الظهر يصلي العشيه في كوينز والقداس. فصلى قداس يوم 7 مايو اللي هو قداس الحد، وقالوا فيه انه في القداس دوت كان بيصلي بعمق وروحانيه غير عاديه، ببكاء شديد، بكاء في وسط الصلاه يعني، ايوه، احساس بالكلمات واحساس بالرهبه القداس. وقالوا له كده: هو انت دايما بتكون مرهق بالطريقه دي، بتصلي قداساتك كده يعني؟ الناس الشعب اللي كان حاضر
وأصر في اليوم دوت الحقيقة إن هو يطلع ويزور كذا زيارة، يفتقد يعني. وقعد في الافتقادات دي تقريبا لغاية الساعة 12 بالليل. وهو ما كانش لسه ابتدى يسوق، هو كان بيتحرك بعربيات المحبين، منهم الدكتور ألفريد ومنهم الأستاذ نصيف بنود، بعض المحبين اللي هم كانوا علاقتهم قوية بيه وكانوا حابين الخدمة، وكانوا بيحاولوا يقولوا له كفاية يعني أنت تعبان النهاردة قداس وكده وناس بالليل. آخر زيارة الحقيقة حبوا إن هم يقولوا له كفاية ونروح في يوم تاني، قال لهم يعني فيها معنا مش عارفين وقتنا هيبقى عامل إزاي. وهو راجع في العربية قعد يتكلم عن وعظة القداس اللي وعظها الصبحية يعني بفرح كده، وفجأة رشم الصليب وسجد. قالوا لي إن قبلها كان يمكن يوم السبت كان بيتكلم على العبارة في وسط مجموعة أو في إحدى البيوت لما راح في نفس يوم الحد، العبارة اللي هي قالها القديس بولس الرسول: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح فذاك أفضل جدا. الحاجات دي كلها كانت مؤشرات، لكن ما كانش حد متوقع، وكان الكل متخيل ان يوم الحد بقى خلاص هينتهي، فبناطوس هيروح يريح، ممكن ما بقاش فيه خدمة بدري الصبح. ولو ان هو اللي أثر فيه الكم الهائل من الناس دوت انه كان الصبحية كلها بيخصصها للمرضى والناس اللي هم نيو كامرز لسه ما اشتغلوش، يروح يزورهم يفتقدهم، وبعد الظهر يروح للناس اللي بيرجعوا من اشغالهم يقعد معاهم يفتقدهم ويحل المشكلات لغايه الساعه 2 كان و3 يصنع الفجر. يعمل قربان بنفسه كان ويضمن طبعا معه بنفسه. يسأل بالظبط كده. وما تنسيش ان هو كان اول كاهن ياخد معاه معلم كنيسه، المعلم صموئيل. معلم صمويل، خده من اباشيه الزقازيق. والمعلم صمويل الله ينيح نفسه اتنيح قريب يعني من سنتين ثلاثه، وكان كفيف، فهو كان بيرعاه يعني بياخد باله من حاجته ومن لبسه ومن اكله. فالحاجات دي كلها الحقيقة برضه أرهقته قوي قوي. تنيح في سن صغير 41 سنة. 41 سنة، هو اتولد 31 واتنيح 72. ربنا ينفعنا بصلواته. قدسك تذكر يعني أبونا بقى في البيت، بابا، والحاجات، أكتر الحاجات اللي لسه فاكرها منه. طبعا هي فترة ما قبل الكهنوت، أنا كان يعني هو كان والدي اترسم سنة 69، كان أنا عندي ساعتها 7 سنين. فقبل الكهنوت الحقيقة كان يعني معانا باستمرار، وحفظنا ترانيم وحفظنا ألحان، وكان يحب الألحان. وكنا دايما ندخل عليه بالليل كده علشان نشوفه هو واقف يصلي بس يعني، وما كانش يشيل الهم خالص في حاجة. والدتي كانت بتشتغل طبعا مدرسة أولى تربية موسيقية، وكانت مشغولة في شغلها، لكن هما الاثنين كانوا مركزين جدا معانا في البيت وفي تربيتنا. والدي كان يحب الصلاة قوي 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 يعني، ابونا انطونيوس يحب الصلاة. مش عارف تسمع عن القصة اللي حصلت معاه لما تاه في الدير ونادى أبونا الأنبا أنطونيوس بالظبط. هما وبعته كانوا أرجع. رايحين برضه، الاربع اباء دول كانوا رايحين دير الانبا صمويل، كانوا عاملين نفسهم كده يبدو ان كل فترة يطلعوا خلوة في مكان معين يعني. وكانوا يحبوا دير السوريان قوي، عشان كده البابا شنودة يعني راح على دير السوريان. وكان يقول كده عبارة مشهورة يقولها: نيافة الأنبا توفيلس المتنيح رئيس دير السوريان. كان يشوفهم هما الأربعة داخلين عليه يقول لهم: الله رؤوف محب أمين ولا نظير له، الله، أساميهم اللي هما الأسماء الأربعة أيوة. يعني. ففي مرة كان رايح دير الأنبا صميل معاهم، ويبدو هم ماشيين في المدق بتاع الدير بيقعدوا يسبحوا بقى ويصلوا كده كل واحد لوحده، فيبدو انه ما خدش باله ان هم سابقينه ودخلوا في طريق مع بعض وهو دخل في طريق تاني. فتاه تاه ولقى الدنيا يعني بتليل عليه ومش عارف حاجة، مش مفيش معالم لأي حاجة يعني. فيحكوا لنا الآباء بقى أبونا يوحنا المقاري يقول ان هو كان بيصلي يصلي لغايه ما جت قافله من الاعراب اللي هم العرب، خدوه ورجعوه ناحيه الدير، واتقابلوا تاني مع بعض، ونادى على شفيعه اللي هو الأنبا الانبا أنطونيوس انطونيوس. هو كان بيحب انبا انطونيوس قوي قوي قوي.
والقدسك اخترت الاسم برضو يعني. هو الحقيقة أنا ما اخترتش الاسم بقدر ما نيافة الأنبا يكوبس الله ينيح نفسه، أنا اترسمت بعد 8 سنين من الجواز، فوقف يوم الرسامة وقال أنا شايل الاسم دوت لأبونا أنطونيوس 8 سنين، مع إن عندنا كنيسة باسم الأنبا أنطونيوس في الزقازيق اترسم عليها قبلي حوالي 3 أو 4 كهنة وما فيهمش حد باسم أنطونيوس، كانوا عايزين الاسم دوت لكن هو كان شايله، فهو كان شايله عارف ان انا بعتز باسم الانبا طبعا اكيد. انطونيوس. وخلي بالك انه والدي يحب الانبا انطونيوس، اول خدمته كان في كنيسه الانبا انطونيوس في شبرا، في شبر عمل كنيسة في لما كان المدينة. بيتشفع انبا انطونيوس في وقت دقته، عمل كنيسه في الزقازيق باسم الانبا انطونيوس اي في منطقه المدافن، ولما راح كوينز الكنيسة باسم العذراء والأنبا أنطونيوس، فكان شفيع وكان قريب منه جدا جدا جدا. بنينا فعلا بصلواته. احنا مش هنقدر يعني نقول ونتكلم على قدس ابونا في الحلقه من غير ما نتكلم على تسوني الام الفاضله تسوني ازيس نيكولا اللي ترملت في سن مبكر جدا عمر 36 سنه وكان معها 3 اولاد. واكيد كانت الام والاب يعني ربنا ينفعنا ويتشرف علينا في السماء. سافرت سما من فتره قريبه بس احب قدسك تكلمنا عليها في اخر وقت. هي والدتي زي ما انت قلتي كده وزي ما قال البابا تودروس ارسل رساله طيبه في يوم يعني العزاء، هي ترملت في سن صغير فشالت اكليل الترمل وهي صغيره، وركزت جدا جدا في تربيتنا، وزي ما قلت لحضرتك في بدايه الحلقه ان احنا كلنا ملناش قرايب في الزقازيق، يعني تيجي نكون قرايب في الزقازيق لما اتجوزنا احنا وكبرنا، لكن في الوقت دوت 72 كنا لاناش واحد بس قريب لينا في المحافظة كلها، كل قرايبنا في مصر أو في المنصورة في القاهرة يعني أو المنصورة. وكان قداسة البابا شنودة يعني في أكثر من لقاء معاه وإحنا لسه صغيرين كان يتحايل على والدتي يعني تعالي اقعدي هنا في وسطينا ونجيب لك مكان وتبقي جنب أسرتها وأسرة والدي. وهي قالت المكان اللي خدم فيه أبونا أنطونيوس لازم نفضل موجودين فيه. طبعا هي كانت بتشتغل وشغلها كان ساعات بيبقى صعب لأنه كانت بتسافر لما بقت موجهة عام في التربية والتعليم، بتسافر أماكن كتير، لكن الحقيقة كان فيها شوية مميزات جميلة قوي. هي ما كانتش بتخدم خدمة كلمة ولا المدارس الأحد ولا الحاجات دي خالص، كانت فاتحة بيتها للغرب. أي والدي ما كان يجيب أي حد مثلا عنده مشكلة أو غريب جاي وبتاع تفتح البيت وتضايف وترحب ترحيب غير عادي، فكان بيتنا دايما مفتوح للناس للغرب، وكانت دايما يعني تبقى مبسوطة بتاعت بالجزء اللي بنقوله في الصلاة والغرباء، فتقول لك الغرباء دي انا مش عارف اعمل حاجه في الكنيسه خليني اخد بركتهم في البيت. عمرها في يوم من الايام ما منعتنا عن اي حاجه تخص الكنيسه خالص، يعني كنت انا وحنان اختي قريبين في السن فرق بيننا سنتين، لكن لينا اخت صغيره خالص كانت يعني يمكن ساعه وفاه والدي 72 كان يمكن عندها 4 سنين او حاجه زي كده. ما اتذكرش فاللي حصل انه من المفترض يعني ان احنا نبقى مع ماما في البيت فتره، بالذات بقى في مفيش مدارس مثلا اجازات نبقى معاها، لكن كل ما نقول احنا رايحين الكنيسه اروح. فما كانتش ابدا تمنعنا لا من رحلات ولا مؤتمرات برغم انها ممكن تقعد لوحدها في البيت، ولا من اي نشاط داخل الكنيسه الا يعني حتى لو هي مثلا محتاجانا لا روح انا عايزة تبقوا في الكنيسه. ودي حاجه مهمه جدا للاسر، ازاي يخلوا ولادهم بس في الكنيسه وعارفين بيعملوا ايه في الكنيسه، مش بس في الكنيسه بس بس سايبينهم لا خلاص لا كده. نرجع النهارده قابلتوا مين، خدتوا ايه في مدارس الاحد، قلتوا ترنيمه ايه، طب سمعوا لي الترنيمه، الحاجات دي خدمه تربيه بتطلع طبعا بيوت ده بقى اكليل بترتب طبعا بترتب حياه بيوت جديده هتتفتح. ركزت كل تربيتكم في الكنيسه بالظبط. وحتى في بدايات خدمتنا
مثلا مع تجربتها في والدي ان هو كاهن وانشغل شويه في الكهنوت وجت النياحه بدري، الا انها ما رفضتش خالص لما ربنا يعني اراد الاختيار ان ابقى قالتش لا كاهن. انا خلاص مش عايزه. يعني هي طبعا قالت لي يعني هو الطريق صعب ومش سهل وانا مجرباه لكن تكون اراده ربنا. وتوقعت ان مع يعني محبه قداسه بابا شنوده المتنيح ان انا اجي اخدم هنا والحاحه في الحته دي بالذات، ان انا انها تقول وكان ممكن تعملها تقول سيدنا البابا شنوده يعني انا إلا أمريكا بقى، بلاش امريكا طبعا وبلاش بره بقى خليه جنبي، طبعا لكن قالت لي اللي ربنا هيختاره لك ربنا موجود في كل مكان. ولم يعني تشعرنا في يوم من الايام بالغربه ان احنا بعيد عنها، يعني مثلا في تليفون مثلا نتكلم بتاع، ولا تحسسنا خالص ان الموضوع ده مأثر فيها، ان شايفه ان ربنا اللي مختار ودي خدمه يعني كلنا نتمنى ان احنا وما نقدمها لربنا. تأثرش على خدمة قدسك في حاجة ولا خالص خالص. خالص خالص. يعني الحقيقه من احسن الحاجات اللي اذكرها، مش عايز اخد وقت البرنامج كتير، انها كانت محبه جدا جدا للصلاه يعني، ودي خدتها من والدي من قدس اكيد. الرومي طبعا. لان زي ما بقول لحضرتك يا جينا كنا ندخل بالليل نشوفه هو واقف نص الليل الساعه 12 في مكان معين قدام ايقونه معينه وبيصلي بطريقه معينه وما ياخدش باله منا ان احنا وراه وشايفينه. هي اتعودت الحكايه ديت لدرجه انه كان ليها اشبيه مخصوصه. طبعا احنا دلوقتي يعني بنشتغل بالايفون طبعا والايباد وكده، لكن طبعا الاشبيه ديت بتاعتها من كتر الاستخدام بتاعي مفيش ورقة سليمة فيها، واحنا حبينا نحطها حتى معاها في الصندوق يعني كنوع من انواع التذكرة انها محبة للصلاة جدا. ربنا ينفعنا وكنت بصلواتهم أسمع كلهم. من حنان برضو حبها الشديد للموسيقى، وإن في كذا ترنيمة قامت بتلحنها. هي والدتي طبعا كانت خريجة يعني تربية موسيقية، كلية تربية موسيقية، وتدرجت في التدريس والتفتيش وكده، وكانت موهوبة وسافرت في بعثة روسيا من موهبتها، وعلمت اخواتي. يعني انا ما كنتش ليا في العزف الموسيقى، انا كنت احب الدف والتريانتو اكتر، لكن اخواتي وهي عشان ودانها حلوة ومن اسرة كنسية كهنوتية فبقت تاخد كلمات ترانيم وتلحنها، ويمكن في بعضها متداول دلوقتي يعني. ربنا ينفعنا يا رب بصلواتهم وشفاعته وشفاعة قدس أبونا أنطونيوس باقي المتنيح، وبركة تسوني يكون معانا دايما ومع كل يخليك. الأسر. آمين يا رب. قدس أبونا أنطونيوس باقي، أنا بشكر قدسك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في كريستيان سوشيال ميديا وشاشة قناة لوجوس، وعلى استقبال قدسك لينا في المقر البابوي. أنا اللي بشكركم على تغطية الحلقة ديت، لأن في كنيستنا آباء عظماء جدا خدموا الكنيسة حتى لو فترات صغيرة لكن بتأثير قوي، وبعض منهم خدم الكنيسة لفترات طويلة. محتاجين من حين لآخر تطلعوا لنا أمثلة وتركزوا الضوء عليها، لأن هم دول اللي بيكونوا كمثال لينا مظبوط. ومنارة قدامنا. أشكركم لتغطية الحلقة ديت، وبشكر قناة لوجس والقائمين عليها، وبشكرك طبعا يا شكرا جينا. لقدسك شكرا جزيلا. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوجوس، كنتم مع كريستين سوشيال ميديا، ونشوف حضراتكم في حلقات قادمة بنعمة ربنا، وإلى اللقاء. Thank you.